هذه نعمة
استودعك الله إياه ضاعها ما ضيعها. فما بالك أن تسرق أرواح الآخرين وبالباطل. لذلك أيها الإخوة ما أردت أن أقوله من خلال هذه التوضيح أن النبي عليه الصلاة والسلام شريعته في القرآن جاء ليعالج قضية من أهم قضايا الإسلام، وحذر منها القرآن وحذر منها الحديث أن تقع فيها جملة، ولكن للأسف وقعت فيها. وليس ذلك حديثا يعني مش بس الزمان، لا، حتى من زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم. إليه إيش؟ ظاهرة التكفير. ظاهرة إيش؟ التكفير. أخطر شيء في الإسلام، أخطر عمل يرتكبه المسلم هو أن يكفر لصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ماذا يقول؟ من قال لأخيه يا كافر فقد كفر. يا سلام، إيش مفاوضات يعني؟ لا إيش؟ قل أي كلمة ممكن فيها مفاوضات، فيها مراجعات، فيها تساهل، فيها تساوي، لكن بمجرد أن نطقت تلك الكلمة في حديث آخر شو بقول؟ من كفر مؤمنا فقد كفر. في حديث آخر شو بقول؟ من كفر مسلما فقد باء بها. كلها ترجع عليك. طيب من كفر كافرا، انت كفرت كافرا، ايه؟ شو راي الشرع من ذلك؟ لا نكفر الا من كفر مع سبق الاصرار والترصد والتاكيد وقد كشفت الشبهات امامه ايها الاخوه وأصر على الكفر، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما اقتناص، شوف أكيد اقتناص مهم جدا، اقتناص كلام الناس إن كانوا علماء وإن كانوا ناس عاديين وإن كانوا دعاة وإن كانوا بسطاء، تقتنص منهم كلاما وتبني عليه تكفيرهم. انت يا شريف نسأل الله لك الشفاء. عادة يا الإخوة التسرع في تكفير الآخر شو بيولي؟ مع السبع الوقت يسبب عندك التسرع في تكفير أقرب الناس لك. بتصير هذه مرض الله يصعب الشفاء منه، وبتصير انت تتلقى كلام الناس واخلاق الناس وافعال الناس لا يعجبك شيء الا ان تبحث في كل تلك الاقوال والسلوكيات عن ايش؟ عن كيف تثبت كفرهم. وبالتالي لما انت تثبت كفرهم شو بصير يا جماعه؟ شو بصير؟ بصير انت تدي لنفسك يجوز قتله شيء ويجوز سلبه ويجوز الاعتداء على عرضه وساكت بدي المشكله. ولذلك يا اخوه انا شخصيا انا غير مستغرب ما يحدث في واقع الان، لانه هذا هدف مش جديد، هذا هدف من زمن الصحابه ومن التابعين ومن بعدهم ودارت بينهم معارك. هذا ليس مخصوص تحتك، يعني بقول لك شغله، فكرك داعش وماعش بقول فكرهم ليس يعني مصطنعه،
إذا أنت تبحث في أمهات الكتب، أمهات الكتب في البلد عند أهل السنة تجد أدلة على فكرهم. طب العلة وين؟ العلة في فكرهم في تلك الكتب أخرى في البلد، لأنه ياما حديث يسد ومن حسن منها ومن صح منها فهم فهم خاطئ. يعني لم تكن تسمع على الحديث شو بقول لك؟ أمرت، حديث صحيح على فكرة، أمرت الأمر من وين؟ من الله، أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا شهدوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحق. طب شو يعني الحد؟ شو الحد؟ يعني احنا واجبنا نقول نقاتل بالناس لينا 24 ساعة حتى يقول لا اله. طب ما قالوا به نقول. طب واحد يقول شو لا تكفر. يا سيدي الايمان بالتفاهم والايمان هو في القلب والايمان في الرضا. لا انت بتشهد إذا بدكش الشر مالك عرضك نفسك كله حلال عليه حلال. ابنس الباب ونزرقك ونعتدي على روح السبايا. وبعدين من هنا يا اخوة ما تستغرب انت، لا تستغرب لا تستغرب ما يفعل الان بواقع الامم الجماعات تكفيرية تبيح قتل المسلمين. ليه؟ هي أباحة قتل المسلمين، فما بالك بقتل غير المسلمين؟ الله هم ضمن راح يقتلوه. ليش تبرر لنفسه بعلم ذلك؟ بدور على جملة قالها أو تصرف تصرفه وبيبني عليه. وشايفين من فعل ذلك فقد كفر. إذا فهو واحد من ثلاث يوم جزء رأسه وهكذا. وإذا بندرس التابعين والعلماء حتى وأكابر العلماء، أعطيك مثال بسيط، شيخ الإسلام ابن تيمية اللي سمي شيخ الاسلام وعالم جليل له ما له وعليه ما عليه، حكام علماء زمان فقهاء زمان حكموا عليه بالكفر والسجن ومات بالسجن. احمد بن حنبل نصير السنه مشي سجن وعذب وشلل ولولا شوي صدر في حكم الاعدام. يا سلام كيف؟ لانه يسكوا اي كلمه يقولها ويحللونها. اي كلمه يصدقون انا بقدر احلل لي كيف انا بفهم وبالتالي اقول لك كفر. ولكن اذا بتلمس اقوال الناس وافعال الناس عندك مشكله. عشان هيك ده شو بقول؟ من تتبع عورات المسلمين، وفي عورات في اخطاء فيها بغاء، تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه يوم الدين. تقدر عليها؟ الآن حديث طويل دقيق يكمل إن شاء الله في الخطبة. بارك الله فيكم.